خلاص خلاص جهز الورقة وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله الله الله، ده حلوت قوي. هيدا هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس. انت يا اخي كلب فلوس، كلب فلوس. عم شكري كتف الراجل ده عشان نجيب له البوليس. انا هعمل لك محضر تعدي عشان محدش يصدقك. تفكرني مهندس محترم؟ ده انا هشعلقك من رجليك. امسكوا كويس. يا حبيبتي انت لازم تمشي من هنا فورا، وجودك في خطر عليك وعلى حياتك. حكومه حبساني ليه يا حكومه؟ يا دفعه روح قول للمأمور يطلعني، قول له في مواطن محبوس ظلومه عنده قضيه ابن قومي، راي عام، اموال عامه، نصب واحتيال على البلد باللي فيها. لو ما طلعتونيش دلوقتي البلد كلها هتبقى في خطر. يا حكومه. اهلا وسهلا يا ابو طالب بيه. انا اسف طبيت كده من غير استئذان، بس نادر ما بيردش عليا خالص. انا كمان ما بيردش عليا. انا لازم اقابل نادر واتكلم معاه. انا بنتي هتضيع مني كده خالص. وبعدين اسم ابو نجوان ده بيقول ان عنده اوراق تخص القضيه بيبتزني. لازم اشوف نادر ويقول لي ايه حكايه الورق ده، في ايه. انا مقدره الظروف اللي انتوا فيها، بس نادر اتغير، ما بقاش زي الاول، ما بقاش نادر اللي احنا نعرفه. انا محتاجه حد يقف جنبي علشان نرجعه زي ما كان ونرجعه للطريق اللي هو ماشي فيه. انا حاسه انه نادر كمان شويه هيتحول لمدمن، وده لو حصل انا هحس ان انا ضيعت حياتي عليه كلها وفي الاخر ضاع مني. انا ممكن انتحر. بصي احنا الاثنين مصلحتنا مشتركه. صح. يبقى لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان بالطريقه دي نقدر نرجع نادر لشغله وحياته، كذلك هايدي بنتي ترجع بيتها ولشغلها وحياتها، ونخلص القضية. يا ريت يا ريت يا ابو طالب بيه. لان الراجل ده بيقول ان عنده معلومات مهمة في قضية هايدي ابو طالب مروان ابو عرب. وعلى فكرة احنا مسكناه متلبس في اقتحام فيلا ابو طالب السنهوري. تمام يا فندم، هي قضيتي فعلا والراجل ده انا عارفه. متشكر جدا لحضرتك. لا مؤاخذة يا باشا، ما تقولش اقتحام، انت تخرس خالص وما تتكلمش الا لما اقول لك. حاضر، سكتنا اهو. كنت بتعمل ايه هناك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ كنت قاعد معاهم وكانوا جايبين لي حاجه ساقعه والكلام رايح وجاي. هم السبب في شحطات البنت يا سعاده البيت. هم اتهموك ليه باقتحام الفيلا؟ كانوا بيتبلوا عليك؟ امال يعني سعادتك كنت عايزني اشوف بنتهم الهربانه دي اللي اسمها هايتي عنده في الفيلا ويسيبوني انزل عشان ابلغ عنهم؟ هايدي انت شفت هايدي فين؟ عنده في الفيلا. طب بعد اذن سيادتك لو ينفع تمشي مشي، انا محتاجه بره. تمام يا فندم. ست كبيره بره بتقول انها مرات الراجل ده. خليها هيطلع دلوقتي. ليه كده يا ابو نجوان؟ ليه يا اخويا؟ ده الباشا العسكري بيقول ان انت هتجيبني على ابو طالب بيه. ليه يا اخويا؟ مش كفايه اللي بنتك عملته فيهم؟ بقى وليه يا خرفانه انت؟ بكلمك بالتليفون عند جيران عشان تجيبي لي لقمه تقود بيها وهي نظيفه. تقومي تعملي لي مناحه. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. ليه؟ لكن يا ابو نجوان ليه؟ يا اخويا الناس ما شفتش منهم غير كل خير. ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عايزك تاكل شويه السمك دول يا سلومتي عشان اخر الليل مش هتعرف نفسك، هتدعي لي. يا عيني يا عيني على الفوسفور ده كله، ده انا هنور طول الليل، مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتجراسي. يا عيني يا عيني يا عيني، الصبر حلو يا جدعان، فعلا الصبر حلو. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي وعلى قله ادبك وسفلتك وطولة لسانك، لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه، لو ما كنتش اتدلع عليك اتدلع على مين امال؟ اتدلعي يا ناونه وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفيلا الشرف؟ ما تخافش، انا عارفه انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لمتها من السكان في حته الارض اللي ورانا. ما تخافش، انا سترك وغطاك. انت عاوزه ايه يا نوال؟ الله،
عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تعبانه ربنا اللي لميتك بالشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبده الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجبت سد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميك في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، الا ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. اله يا بعيد يطصك سواه يكون اعمى. Hello. Good evening, Mr. Marwan. I want to inform you that the diamond you ordered came and we are waiting for you to come and pick it up. Ah, which diamond? The diamond that we ordered for you from Italy. Oh, no, thank you. I don't need it anymore. Change your mind? What do you mean you change your mind? We already bought it for you. It's identical to the one you have. It's the same piece. I bought it from you with 1 million. And then I made you buy it with 2.5 million. That's all. What do you mean? Hard luck. Goodbye. Huh? Next time, take care. And take care. And take care. أنا قلتها لكم. يلا مع السلامة يا معلم. دقيقة على طول. تعال في الكوريا. عوف عليك يا خيه. مفتاح الشقة للهانم اصل نسيت مفتاحها فوق. وهي ليه يا ترى بقى ما بتنزلش من العربيه؟ على رجليها نقش الحنه ولا شغالين عندها؟ بقول لك ايه يا كوريا، هنرجع نعيد تاني ونزيد تاني. ما هي مستنيك يا خيه. انت عايزه مني ايه؟ انت مالكيش دعوه بيني، انا مش ناقصاكي، سيبيني في حالي. بقول لك يا حبيبتي، انت فاكره نفسك نازله بنسيون؟ خارجه الصبح وراجعه اخر النهار ولا حد عارف انت رايحه فين ولا جايه منين؟ بقول لك ايه يا كوريا، الهانم كانت بتزور والدها الباشا عيب. والدها؟ شلايا والدها. بقول لك يا حبيبتي، انت كده هتاخدينا كلنا في حديه، احنا متوينك جدعانه، مش هتخرجي وتيجي وترجعي لنا بالحكومه في ديلك وعايزه ناسكم. انت مستحيله، انا الغلطانه ان انا رجعت. استاذ شكري خدني اي حته ثانيه، انا مش قادره استحمل خلاص. استهدي بالله يا ابو كوريا، اديلها المفتاح، اديلها المفتاح بدل ثلاثة بالله العظيمه بدي ادي عليك. ماشي يا خيه، اتفضلي. بعد كده الخروج والرجوع يبقى باستئذان، مش ميخة هي. ماشي؟ اتفضلي. عندها فشل كلوي بنسبة عالية جدا وهتحتاجي جلستين غسيل في الأسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الأمر ده يتوقف على طبيعة الشغل نفسه. لو في شغلانة ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعدة مفيش مشكلة. ليه؟ هي هتشتغل مذيعة؟ وجلسة العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسة دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار أسود، يعني 700 جنيه في الأسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقه الدوله. قرارات العلاج على نفقه الدوله واقفه دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقي ان شاء الله هتبقي زي الفل. في ايه يا سندس؟ مالك مالك يا سندس؟ في ايه؟ سبتيني ومشيتي. معلش يا سندس، البنت اللي هنا برضو سابتني لوحدي وانا خايفه. حبيبتي يا سندس انا جنبك مش هسيبك تاني، بس ما تعيطيش. انا جعانه. طيب وهعمل لك اكل يا حبيبتي وهسرح لك شعرك وهرجعك سندس الحلوه. ما تعيطيش يا سندس، تضحكي لي. عايزه اكل. حاضر حبيبتي، من عينيا، وريني ضحكتك الاول. مش هسيبك يا سندس، مش هبعد عنك. انا جعانه. حاضر، وريني ضحكتك الحلوه بس. هقوم اعمل لك اكل. نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا سندوسه؟ كابوريا. بس واتك البت تقريبا خطيبتك دي وشكلها مقرش. انا مش عارف البت دي عدت من تحت ايدك ازاي هيما، مع ان انت دنجوان بطن البقره. يا عم واتكت ايه دي؟ بتكح قمصان نوم. البت دي اصلا كانت متجوزه واحد في الخليج وما رستش منه دنار احمر، وجات يا عيني بالهدوم اللي عليها. بس واتك يا عم انا مالي، ان شاء الله يكون عندها 60 سنه. المهم يبقى معاها فلوس يا عم طاعون، وتدلعني بقى وتصرف عليا. ايوه تدلعني يا طاعون. ادون جول وقعد حلب حصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فين يا سوكا؟ مختفي فين؟ انت اللي فين يا صاحبي؟ بقالك يومين مش ظاهر، ما بتفتحش العربيه ليه؟ في ايه يعني؟ وقعت على سبوبه كده. ايه ده، اشتغلت؟ اه. فين بقى ان شاء الله؟
في مطعم طباخ، بس اوعى تقول لكوريا على حاجه لحد ما رستق نفسي واثبت رجلي في الشغلانه. ربنا يكرمك يا صاحبي، من العين دي قبل العين دي. طب والعربيه يا عم؟ هي متلقاها الناس هنا يا سوكا، مش لاقي تاكل عيش حياف، هتاكل كبده وسجق. بص يا صاحبي، انت تديني العربيه ديت اقف عليها وتعلمني الصنعه والنص بالنص. وعلى فكره اول لما ترجع هتلاقي العربيه ساق سليم. قلت ايه؟ ماشي يا سوكا، ايدك بقى على المفتاح يا صاحبي، اروح اظبط العربيه وبتعالى بص عليها كده وفهمني الفوله فيها ايه. امسك. ادي الصحاب الاصيل للاصيل. سلام يا فنان، بحبك باستمرار. انت ما قلتلوش ليه ضاع الشغلانه الواد سوكا صاحبي؟ اه بس بقي ودلدله بتاع امه، ولو عرف اي حاجه هيروح يكب في ودن كوريا على طول. وهتيجي بقى كوريا تقول لي الكباريه والنسوان والخمره، وانت عارف بقى الشغل ده. بس برضه يادجك طاعون، تديله مفتاح عربيتك. ياض عربيتك دي زي المدام، ما ينفعش تديها لحد بتاتا. وانا مديله مرسيدس؟ ده عربيه كبده. ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانيه بس هشوف مين اللي بيخبط. جتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدك في ختم. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ ما كنت دعوه بيا، سبتيني يا اختي خايفه وجعانه. تعالي تعالي انا بخلت. استني دلوقتي. خير؟ عايزاك تكلمي للظابط بتاعك. الظابط بتاعي ليه؟ هي مجاله استدعى من النيابه، وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه. انا اللي هكلم الضابط. انا هقول له ياخدك يحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وكرهك. معلش يا خالتي، حقك على دماغي، حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي، انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جول، تعالي على نفسك عشان خاطر الواد، لا ينتصف فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه، خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه، مش هيعمل حاجه. انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه، بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. اي تدلعي تدلعي. بقول لك ماليش دعوه، مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها، ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي، وشايله همك للنهار كانه همي. يا شيخه ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كانك اختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ هو انت ايه؟ كان الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخه شحال ما كنتش جايه لك يعني وبقول لك ده انا قصدكي في خدمه. ده بدل ما تقولي لي تؤمري ولا من عينيا الاثنين زي الناس الجدعان تقولي لا. طبعا صحيح، اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني انسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا، انا كنت هكلمه لك بس دلوقتي عمري ما هكلمه. ايه رايك؟ الله يسامحك، انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قول لي مساء الخير، ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا، رايح فين؟ ممكن تقول لي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء؟ هو انت عايزه تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك، لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده، وانت لازم تظهر عشان تخلصهم من اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص، يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي، هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها. انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي. انا اللي ربيتك، انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا، وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا، على الاقل كنت بقيتي انسانه عاديه دلوقتي، بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب. بقيتي حاجه تكسف.
الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص طبعا. متهمه ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. وبعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافيره. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل للاسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو فيه هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده؟ لا 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 اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جت نانيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لهفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقدة في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ هما المرتين؟ مرة واحدة. محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعتلك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة أهي راقدت. مين بقى يا أختي اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتلنا كل شهر ال8000 بتوع الغسيل، وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعتلك على وستر يونيو زي المرة اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه، لسه هروح أفتح. طيب ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمي على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها بلافيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحي فيا، حقك علي، حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منى جوان. السلام عليكم يا أخت جمالات. هلو، أهلاً وسهلاً. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسماة بالمليكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيداً، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام، وشباب منطقتنا من الفقراء ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتي وهم يهدئون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله،
يعني هو انا صحيح مش فاهمه ولا كلمه من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح انه كلام مهم. ولكنني وقفت اراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت اكلمك. لا انا مش متضايقه خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الاريا في المنطقه قصدي. والله خير القيام يا اختي جمالات، اقيم الشعائر واقيم الصلاه وام المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافه مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد اذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي ردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقيت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له. ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانيه ما تشكرنيش، وانا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي احسن طريقه تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. تتحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ آه، عشان يدوا ريح. وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى، ها؟ ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهواش ويطلب مونة زيادة. بص، نص فتحة، ها؟ وتمسك المقصوصة ويدوب، شوف يدوب لحسة كبدة وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 ل 100 رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، ما تصدرش الطرشه يا ولا. شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هاكل ايه؟ مخلل. تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكل يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا سوق؟ تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها الحكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجة. ماشي؟ ماشي، هروح بكرة اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. اديها نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف منين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطة، طالما فيها مصلحة قشطة. البت يا اخويا عمالة توشوش في الواد كأن احنا غرباء. هو احنا غرباء يا ولا؟ احنا غراب ياما، وخليكي في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع في ام اللي جابوه. اجري يا مزوكة. فاكرة؟ طبعا فاكرة. هو في ايه؟ انا بالنسبة لي مفيش حاجة، انما اهلك لما عرفوا ان بنتهم مدمنة وان ابن خالتها مات بسبب الادمان، انهم سايبين حضرتك هنا كل يوم مع راجل شكل، بتهيألي دي التفاصيل هتبقى مهمة بالنسبة له. انت عايز ايه بالظبط؟ ابدا، عندنا قضية كبيرة وعايزينها تخلص بأسرع وقت ممكن. متقلقيش، كل التفاصيل اللي قلتها عنك دي محدش يعرفها غيري، ومستعد انها تفضل سر ما بيننا، بس نتفق. نتفق على ايه؟ في معلومات معينة عايز اعرفها عن ومن نادر عالم الدين. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منورة بأهلها وانتوا أهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقة دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لانه احنا دايما عندنا في مصر أزمة سكر. ايش هالحكي اللي تقوله يا استاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يمي؟ لا 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 لا، بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2. لكن تقول ايه بقى، المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يكرمك. انتوا احلى ما في الدنيا
مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى لما بتحصل أزمة السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او ثلاثة كمان. طيب استأذنك دقيقة واحدة. تفضل تفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفة جدا؟ في ايه؟ وطي صوتك ليه اسمعك؟ بعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحدة حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخدك مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجة دي انا رخيصة عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس، منورنا. بس بابا، انت اتجننت ولا ايه؟ في ايه؟ بعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه، كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفك فكي. حاضر استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. رجاء انا رايح شرم الشيخ كام يوم، عايز حاجه؟ خير. مساء النور نادر. ايه يا حبيبي اتاخرت كده ليه؟ ولا انت ايه جيت في ميعادك ولا ايه؟ معلش يا بيبي مصدعه بس شويه. هو انت كان عندك حد ولا ايه؟ واحده صاحبتي بس لسه ماشيه. صاحبتك؟ اوكي طب يلا بينا ولا انت جاهزه؟ يلا بينا. هنروح بعربيتك ولا بعربيتي؟ لا بعربيتك، انا مش قادره اسوق خالص بصراحه. يلا اوكي يلا. الشوق مشاني زمان، قال لي تعالى نروح للحب، بعد سنين قال لي ارجع تاني حتى يشفي مجروح القلب. ايه ده انت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا خالص مفيش. انت ايه اللي صحاكي؟ انا عارفه يا اختي، حلمت بكابوس كان متعلقه كده هو في شجره رفيعه وهتقع بيا، لقيت لك نفسي ده بيروح، قلت اما اخرج اشم شويه هوا. براهيم براهيم براهيم. مين؟ يو انا كوريا. الله انت صاحيه؟ ده انا كنت هتصل بيكي بس قلت تلاقيكي نايمه. ايه اللي انت لابسه ده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح فرح واحد صاحبي كان معايا في المدرسه. الواد قاعد يزن عليا، قلت له يا عم الحاج انا ما عنديش هدوم اروح بيها، راح جايب لي الطقم ده. بس ايه رايك يا بنت كوريا؟ ها بصي بصي ها. لا جامد واد جامد، عشان تعرفي يا كوريا الواد لما بينضف بيبقى عامل ازاي. وهو برضه قلت تبقى بروفا عشان اشوف لايق عليكي في الفرح ولا لا. لايق عليا انا؟ ده انت في الخطوبه كنت احلى مني. قلت في احلى منك. طب انا الحق بقى اروح الكباريه، اروح الفرح الفرح عشان عندي بكره نيابه. ماشي. سلام يا مزتي. سلام يا حتتي. ما تيجي اقول لك كلمه على السلم. يلا يا واد امشي. اعوذ بالله، ده راجل سخيف قوي. لا خالص، جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفه ليه؟ عشان معجب بيكي شويه يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. انا نفسي افهم حاجه، انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده، يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعده.
وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عامله زي المغناطيس بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانه جدا وجالها فشل كلوي وخايفه لا يجرى لها حاجه. انت بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ تعرفت من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمتي منين؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني لان ده لو حصل هقتلك. حاضر انا اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسف والله. هقتلك. مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ ايوه. بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني لان ده لو حصل هقتلك. أنا أسف. هقتلك يا رجوان. أنا أسف والله. هقتلك. بس أنا ترجمت الموضوع في منت وقلت لها رايح فرح، بس كهربت أم يا طاعون زي ما تكون عكشتني مع واحدة. جاك طاعون يا ابني يا كبداكي، ده أنت طلعت كتكوت يا جدع. الله، طب ما تفكك منها بدل ما هي مربيه لك الهلع كده. يا طاعون، يا طاعون اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل. اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل؟ امال يبقى ايه؟ جد شويري؟ انا عارف بقى. ايه الحكمه الغلط دي؟ طب انا اروح اشوف الشغل بقى. الشغل؟ مش عارف انا ايه حبك بسن المعاشات ده هنا؟ كنت اشغلك بقى في دار الامل بدل الكباريه ده. الدلع يا هيما. انت منورانا على فكره. تمام. ألو. مساء الخير يا أبلة. مساء النور يا سكر. طمنين عليك، أنت عاملة إيه دلوقتي؟ أنا كويس الحمد لله. بقول لك يا أبلة، أنا ربنا كرمني واشتغلت على عربية كبداكي، ومش عايز أقول لك بقى القشة معدن والحمد لله. طب كويس يا سكر، ربنا معاك. بقول لك يا أبلة، وشوية كده إن شاء الله وهجيب أمي ونيجي لأخوك الأستاذ فواز. إن شاء الله يا سكر. بقول لك وانا ممكن اطلب من حضرتك حاجه بس بعد اذنك؟ ممكن يعني اكلمك من حين الاخر؟ معلش يا سوكا مش هينفع، خلينا كده احسن لحد ما تعرف تيجي الفواز. حتى ابلة مستخسره فيا المكالمه يا ابلة. معلش يا سوكا عشان خاطري. ماشي يا ابلة، انا اسف يا ابلة اني كلمتك. سلام يا ابلة. مع السلامه يا سوكا. انا هاخد قميصين النوم دول وهديك 20 جنيه والباقي على 6 شهور، بس انت تستاهلي معانا شويه. ست شهور ايه؟ احنا قلنا القسط على شهرين وقطعة واحدة بس. هي واحدة. طب اسمعي، ما تسمعيش كلام النسوان دول ياكلوا مال النبي. انت جاية تتنصح علينا ولا يا ست سندس؟ يا اختي وما تنصحش ليه؟ ها؟ عايزة تلبس المشخلع والملمع وما تدفعيش. السلام عليكم. امشي. التليفون بيرن. خدي ردي. يا حلوة يا ولاد. هاي يا بابي. هايدي يا حبيبتي، طمنيني يا روحي، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. يعني هكون عامله ايه؟ هايدي وبعدين؟ مسكي نفسك بقى، اجمدي. ظروف وتحطينا فيها، لازم نستحملها. ما انا مستحمله يعني، هو انا قدامي حاجه ثانيه اعملها؟ يا اختي احمدي ربنا قولي الحمد لله، غيرك مش لاقي لقمه ولا هدمه يلبسها. انا بكلمك يا حبيبتي عشان طارق جنبي اهو، وبيقول انه عاوز يودي الورق للمحامي الكبير اللي هو يعرفه، ونعمل له توكيل بتاريخ قديم. قول لها ده متخصص في قضايا الاموال العامه. ششت، انا بسالك رايك انت يا حبيبتي، خصوصا بعد ما تاكدنا ان نادر ده ملوش اي علاقه بالراجل الجبان ابو نجوان ده. المهم، ما عرفتوش ايه الورق اللي هو عايز عليه فلوس ده؟
ما رضيش يفتح بقه من غير ما ياخد فلوس. فأنا قلت نستنى شوية حد ما نشوف المحامي الجديد ده هيقول إيه. فأنا قلت ناخد رأيك الأول، إيه رأيك نروح له؟ وأنا شعرفني يا بابي، والله العظيم أنا مش عارفة، أنت شوف إيه الصح واعمل، والمهم تخرجني من الكابوس ده بأي شكل. حاضر يا حبيبتي، المهم بس أنت خلي بالك من نفسك. حاضر يا بابي، باي باي. خلاص ما تكتبهوليش كله، اكتب لي نص البيت. هو أنا صبري معاك طول السنين دي كلها يعني ملوش تمن؟ الله، واحدة غيري كانت راحت عملت لك قضية خلع واتجوزت عيل صغير في سنها يجيب لها العيل اللي بتتمناه من الدنيا. تمن ايه يا ست نورة واللي انت عايزاه؟ وانا مأجرك من شارع الهرم عشان تقولي لي تمن؟ ما انت متجوزة ومتستتة وأكلة شربة نايمة وعاملة نفسك السفيرة عزيزة قدام نسوان الحتة كلها، ايه اللي جننك بقى وخلاك تقولي اكتب لي وما تكتبليش؟ الله، وش معنى يعني كنت هتكتبه للبيت الواقع؟ ولاك مني يعني بنت أصول وما شرطتش عليك أول ما اتجوزنا؟ ولا أنا كبر واستحمل عشان تيجي غيري وتلهف عالجاهز؟ من الآخر يا ست نوال، أنا مش هكتبلك بلاطة من الشقة، عيشي بقى ومتخربيش على نفسك. أنا نازل أشوف شغلي بدل المرار اللي انت معيشانا فيه ليل ونهار. أعوذ بالله. بقى كده يا سلومة؟ ماشي، يانا يانت. صباح الفل يا ابو السوخي عندليب، صباح العسل. اصحى منطقة شاعر مصر اهو، الوراق امبابة كيكات منورة نجم. بقولك ايه، انا اول مرة اشوفك واقف مكان كبداكي. اكل العيش بقى يا نجم، انما قول لي انت مختفي فين يعني؟ مشاغل بقى. بقولك ايه، ظروفني نص سجق ونص كبدة. انما قول لي قبل السجق والكبدة كده اخبار الفن ايه؟ يا عم بطلت الكلام ده خلاص، بقيت شغال مندوب مبيعات في شركة منظفات، بلف على البيوت ابيع منظفات وبكسب اكتر. عايز اكل اخلص. اقول لك حاجة، نظافة برضه. بقولك يا نجم، ما ترجع تاني الملاعب يا نجم ونعمل دويتو انا وانت استاذ، انت تكتب استاذ وانا لحن وغني. قلت يا عم دويتو انا ايه؟ قلت لك ما بيأكلش عيش، الظروف دي سندوتشات. اقول لك حاجه، ادي العيش اهو. بص يا استاذ، انت تكتب كوبليه استاذ، تظروفني الكوبليه. ايوه. اديك واحد سجق. ايوه. تديني بقى الاغنيه. ايوه. اديك واحد كبده. قلت يا استاذ. يا عم لاجل النبي، وقعت الشعر بقى كمان مكمل الغذاء، اظروفني واخلص. هو يا استاذ استنى استنى استنى. الو، صباح الخير يا سوكا. صباح الخير يا ابله، وحشاني يا ابله. سوكا انا محتاجه لك في خدمه. امريني يا ابله. الحاجه انتصار تعبانه قوي وانا محتاجه اروح لها البيت اطمن عليها، بس جوزها راجل ناقص قوي وطردني المره اللي فاتت، وانا مضيت لها التقرير من المستشفى بس هو محتاج يتمضي من الوزاره. ده انا تحت امرك، ده انت تأمريني. انا هديك عنوان بيتها يا سوكا وقابلني تحت نطلع سوا. طب بقول لك ايه، ما عدى عليكي في المستشفى ونروح انا وانت. لا يا سوكا مش هينفع، وانا لولا محتاجه لك ما كنتش كلمتك. ماشي يا ابله، ثواني واجيلك يا ابله. جود باي. بص يا شيخ جاسم، بص حضرتك معايا دلوقتي، شحنه السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو، ده من غير الشحن والنقل. ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده، الفلوس هتزيد حوالي نص مليون يورو كمان. لو الكلام ده مش عاجبكم وانتوا اللي هتتكلفوا النقل والشحن، ادوني بس ال 2 مليون يورو ثمن شحنه السكر. بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنه يتحملها الشيخ جاسم وحده. ده طبيعي، سبحان الله. في طبعا انا هسلمك الشحنه سليمه. خلاص يبقى انا انتهى دوري، ما انت عايز مني ايه تاني؟ الله، ما ترد يا شيخ جاسم. لا لا اسمع يا اخ مروان، مو معقوله انا ادفع 2 مليون يورو علشان الشحنه واتحمل نقل الشحنه بعد وادفع زياده؟ لا لا هذا وايد وايد. الله، طب انا هسلمك الشحنه هنا. الله، بيعها هنا يا يبا. هني مو محتاجين سكر، احنا محتاجين السكر حق مصر. انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، يعني انت عايز نعمل ايه؟ هو انا هكسب من وراك كام يعني لما اضحي بنص مليون يورو؟ انا مش فاهم بصراحه. لا لا انا اقول لك، انا قاعد اقول لك هذا المبلغ كبير كبير وايد. حتى اسال الست نجوان، انت ايش رايك؟ ما تقولين شيء؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم. بص يا مروان، خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خاطر بقى يا حبيبي. يا عيني عليك، سكر والله العظيم سكر. بقك ينقط عسل. انت تأمرني يا شيخ جاسم. الامر لله، تسلمي. شفيك سكت يا مروان، ما تتكلم، قول حاجه. لا مش عارف اقول لك يا شيخ جاسم، انت زي ما بيقولوا في مصر مسكتني من ايدي اللي بتوجعني، دخلت لي من نقطه ضعف. نجوان بعرفش ارفض لها طلب. خلاص متفقين احنا ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. احنا الحين انا وياك
كنا ضحكنا عليه. مالك؟ ابدا ماليش. من ساعة ما جينا ما بتتكلمش تقريبا. يمكن ما فيش حاجة اقولها. هو انت لسه بتفكر في نجوان يا نادر؟ للأسف في حاجات ما ينفعش ما نفكرش فيها. زعلان عليها؟ زعلان من نفسي ان انا زعلان عليها. سيبك مني يا سارة، على فكرة بقى انت ما قلتليش اي حاجة عن نفسك. هتكرهني لو عرفتني. ليه بتقولي كده يا سارة؟ على فكرة انا ما بحبكيش عشان اقرايك، وبعدين انا اتعلمت من شغلي ان انا ما اخدش موقف من الانسان اللي قدامي علشان اعرف اتعامل مع القضيه بتاعته بحياد. انا بابا وماما طول عمرهم برا مصر، اتنين دكاتره كبار نقلوا في كل بلد شويه، وطبعا معاهم فلوس كتير، فمفيش حد فيهم فضيلي ولا فضي يعرف حاجه عني اصلا. رجعت قعدت في الفيلا بتاعتنا 3 سنين لوحدي يا نادر. حبيت ابن خالتي وحبني، كنا هنتجوز، لحد ما جت واحدة صاحبتي خلتني أجرب الكوكايين. حبيته وما اعتبرتوش إدمان، يعني اعتبرته حاجة حلوة، قلت إيه المشكلة بدل ما معايا فلوسه طول الوقت زي اللي بيشربوا سجاير كده. طبعاً ابن خالتك أول ما عرف مسابك. يا ريت كان سابني، كتر ما كان بيحبني كان بيحب يشاركني في كل حاجة أنا بعملها، لدرجة إنه كان بيضرب حاجات أنا نفسي ما أعرفش حاجة عنها. يا دي نيلة، يعني أدمن هو كمان؟ للأسف. كنا قاعدين مرة في الشقة اللي هنتجوز فيها، ما أعرفش كان ضارب إيه ولا عامل إيه، وزود شوية وفجأة لقيته ميت في حضني. عملت ايه؟ مسحت اي اثر ممكن يكون ليا في البيت ونزلت جري. طبعا خالتي وجوزها كلموني ومبقتش عارفه اقول لهم ايه. قلت لهم ما شفتوش ولا اعرف حاجه عنه. المهم بعد اسبوع الجيران شموا ريحته، طلعوا كسروا البيت مع البوليس، اكتشفوا انه ميت اوفر دوز. يا ساتر. ولحد النهارده مفيش اي حد يعرف ان انا اللي كنت معايا نادر، ولا اني بشم اصلا الا واحد بس. مين ده؟ هقولك. ما هي اقوالك في الاتهام المقدم ضدك من المواطن هندي زكي محمود الشهير بهندي مقصات؟ بيتهمك فيها ان انت سرقت عربيته التيوتا الميكروباص، لوحات معدنيه ح ميم ت، سيارة رقم 345 مرور الزاوية. أنا يا باشا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رد على السؤال. أرد أقول إيه يا باشا؟ أنا أساساً معيش رخص السواقة وما بعرفش أسوق، هسرق عربية ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وأنت بتسوق عربيته يوم الأربعاء 23 مارس الساعة 12 بالليل. أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، أصل أنا حضرتك طالب في كلية الزراعة، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي، والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعالى تعالى تعالى. نعم. تعالى هنا. نعم نعم. فين عندي؟ فين هنا؟ ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده يا حبيبتي؟ فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. اه عايزه كام يا حبيبتي؟ ها انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع؟ وماله وماله حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي.
الو. ايوه سعيد. بقول لك ايه؟ المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا يلا. اوكي اوكي. بقول لك ايه؟ انا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي، بالتوفيق. الف سلام عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا لي بس يا هاجر يا بنتي. ابله هاجر، ربنا يخلينا ابله هاجر. خلصت لك الجواب على نفذ الدوله، وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك امضه الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهه، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش، ولا شافت لها شغلانه وهي قاعده، بدل ما هي مزروعه كده وعماله تقول عايزه ادفع عايزه ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجه انتصار، انا اعرف دكتور في الوزاره وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعه، وتقومي بالف سلامه ان شاء الله. ما تبطلي الوحبه يا وليه، بواصلي دماغ المتكلفه كانت الداهيه وانت بوس فاق. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايبالي معارف الدول عشان يمد ايدهم عليا يا ابو ذي الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين، وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى تقلها طفح معاكي تطفحوا. اوعى يا بنت. خلاص يا سوكا، انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. عشان خاطري يلا بينا. يلا والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لا كنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفه منه قوي يا نيجر، ومحتاجه حد قوي يحميني. انا حاسه ان القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومه دي. انت قلتي لي انك ما قلتيش لحد. انا تقريبا حكيت لواحده صاحبتي زمان ساعه ما حصل الموضوع ده، بس ما اعرفش حاجه عنها، يمكن بقالي سنتين اصلا ما شفتهاش. بص يا ساره، انا عايزك تثقي فيا، انا هقول لك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتي لي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوكا الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله، ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا، وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انت اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي، واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي، ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بطن البقرة. يا بنت بلاش ده، مش انا مش عارفه اسمع الغنوة منك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت الست هانم مدخلاكي عليا ببدلة رقص وسجار. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كوري؟ عاوزه منك يا حصر، انا جاي هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه، مشبهش ولا مشبه؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنتي يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده شوف. ملكان؟ الحقي الحقي، ردي. اوام الو، مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟
بترزلي عليها ليه؟ الله لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه، لو قلت لا هبعت لك اتنين قمن يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافق. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بأمرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي العلمه اللي كان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل يا صباح القشطه يا صباح الجمال، وحشتيني يا بنتي يا نوال والله، وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه انما ايه، هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا، قال ايه عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه، يا خرابي ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض، واللي بيجي بيدفع، واهو من دقن وفتله. بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا أم سوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. آه أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، هو أستاذ. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي ادرب اي حد أمبحق. انا علي زي الجبال. اوعى اطرخ يمين. الله هيما فين يا سوك؟ شمال شمال هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون، عملت ايه في النيابه؟ انا مش من قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حبسونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيبت ايه على الصبح؟ سلومه الكلب اخذ الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح يبني بيها عماره جديده. الله، وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقف له لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم، انا خلاص قربت احط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي، يلا. اهلا وسهلا، ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت، فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي، وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من يسوى اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا براهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطة، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف، واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي بالك. فني انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحة يا متر، هو ورا القضية كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين،
بس هو عنده الظروف فاحنا قلنا نلجأ لمحامي تاني. أنا محترم مقدر صراحتكم، بس دي قضية صعبة، أنا محتاج شوية وقت عشان أدرسها وأرد عليكم هقبلها ولا لأ. بس يعني كده حضرتك هتأخرنا؟ أنتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، وإحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمة شوية. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن أتأخر شوية، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعة، وخصوصا انكم تاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدكي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السودا سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبور لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. يا نسر ايه المدام؟ يا ريت عملي نسر. ايوه نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عاوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيمه؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعدل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، الراجل ده مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جده هامده هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. واخري انت الثانيه. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى، حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب، مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها هتوصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمنيش، انت بتسوي علمني. تعال اقعد وانا هعلمك، تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه.
هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجارة. بس بس يا نجوان، لا 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 ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقة يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضو كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الافكار دي انجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين؟ فهمني؟ مو فاهم شي أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كستاني بسرعه. شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخد على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي. انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص. اقوم اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقت ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك. اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخلية. وانا مالي طيب يا غزالي، بس قولوا لأمي طب وانا مالي طيب يا غزالي. يا حلاوتك يا نونة ويا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. خمس دقايق بالظبط هتشيلك الملوخيه على شوربه جوز الانارب، سلقاهم ومحمراهم، هتاكل صوابعك وراهم. الله الله، بسم الله ما شاء الله، هناكل ملوخيه من انارب ليلتنا، انارب بعون الله يا نونه. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون، وانا خمس دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. بقولك ايه، فكريني ننزل على الجيارة بعد ما ناكل،
عشان اجيب لك جوزين شباشب احسن شبشبك مش عجبني. يعمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عداك العيب يا اخويا، عداك العيب وازح. انا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايله همك ومعشراك، لكن ست البرنسيسة اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الارض، قلت لها هكتب لك الشقه باسمك وانزل اجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونا ولا احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك، وانت راجل كبير ومعلم وشحط كده، وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك، وهي مستقوية بالحكومة وماشية مع الواد الضابط ده. ايه؟ هي ماشية معاه؟ ايوه. امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطة في خدمة لمؤاخذة الشعب؟ انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصة وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا ما راحش لحاله ولا حاجة، انا ما استحملش قرفك وهمك وحرماني من الدنا وفي الاخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال، اللي فات مات، انت عاوزه ايه دلوقت؟ عايزه رد شرف، عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. ايه؟ نعم يا اختي. ايه؟ I like this baby. I would like to buy it. You accept checks? Yeah, we accept checks, but you have to know this car is nearly about 1 million euros. It's been modified from the previous owner with a lot of features inside. It has a crocodile leather seats, it has a lot of sensors, special brakes, and more and more. Nice, no problem. It's okay. أنت اللي هتمضي له على الشيك. Oh, طيب, okay. مبروك يا حبيبتي, مبروك, مبروك. Congratulations, guys. Thank you. Thank you. Thank you. يعني أولية مش هادرة تسلوب طولك لحد آخر اليوم بدل ما تستموتي فيها والضياع علينا اليومية؟ نصرف منين إحنا دلوقتي؟ تعبت يا أخويا، تعبت وما لقيتش مدرتش بنفسي غير وراسي بتترزع في أرضية المستشفى. كربنا خادك وريحنا منك. هتعمل إيه بقى؟ لسه لي عمر. وانت جالك فلوس؟ فلوس؟ فلوس منين يا حسرة؟ اصل شايفك شاري حشيش. شكك شكك يا اللي تنشك في نوادري مش سمويتة ومفنجلة عينيك قد كده مش سمويتة وبتعد عليها الانفاس جالك قطر. هو الدكتور نادر كان عايزني في حاجة؟ الدكتور نادر؟ مالنا احنا ومال الدكتور نادر؟ وهيعوزك في ايه؟ بس انا شايفاه وهو نازل من عندنا. دكتور نادر؟ احنا مالنا ومال الدكتور نادر؟ الله، وايه اللي هيجيبه عندنا؟ انا ما شفتوش من ساعه ما بنتك طفشت مع الواد الزباله. يا لهوي، انا شايفاه بعينيا الاتنين. الهي تمتص في عينيك الاتنين. مروان انت جايبنا هنا ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. هبتي مش شرط تفهمي، بس انا قلت لك طول ما انت مع مروان دايما كسبان اتفرجي كده واستمتعي. ماشي ادينا بنتفرج. واو، ايه ده؟ ايه اللوحه الجميله دي؟ يا مساء الخيرات. يا اهلا وسهلا. تتكلموا عربي قلبي اتقطع يا جماعه، مش معقول. انتوا منين؟ مروان ابو العرب من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مدام. اهلا اهلا بيكم، نورتوا. شو جاي زياره ولا جاي تشتري عنا؟ يعني سياحه كده، وبصراحه انا اول ما بصيت للوحه ديت خطفتني. هي اللوحه دي بكام؟ والله هيدي الروحه زين ما اخترت، انت مزوقه كتير. هذه اللوحه مش غاليه عليك، هذه بمليون يورو. عظيم. لا تستاهل، تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي. وانا عنا الاوراق اللي بتثبت ان اللوحه اصليه وملكيتها من اول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنا. هذا عظيم، انا هشتريها. بس انا كنت سمعت ان المعرض هنا بياخد يعني يا اما الكاش يا اما بياخد حاجه بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحه. اكزاكتلي. لكن ده بيتم في اضيق الحدود، يعني بنبدل اللوحه بلوحه. طيب انت منين؟ أنا من لبنان. طيب يعني إحنا عرب زي بعض. ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات. إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي،
موجودة بره قدام الجاليري، ويا ريت حضرتك تشوفها. هاتي الورق اللي معاكي ده، الورق، هاتي الورق بسرعة. أنا لسه شاريها لصديقتي من فترة قريبة جدا، يا ريت حضرتك تتأكد، ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي. حبيبي أنت جاز شاريها الحين؟ أيوة ما عنديش مشكلة، أنت مش لسه قايل حضرتك أنا راجل مزواق؟ أنا بقدر الفن وعارف إن لوحة زي دي فرصة، لكن العربيات عادي تيجي في أي وقت. شوف حبيبي، أنا بدي أعمل 2 اتصال، واحد لصاحب الجاليري عشان أشوف موضوع البدل، وواحد لصاحب الأجانس مال كارما الحلوة عشان نشوف ملكيتها للسيارة. تمام، أنا ما عنديش أي مشكلة، أهم حاجة إن الورق يكون سليم. يا ولا ارحم نفسك من السجاير يا ولا، صحتك هتروح منك يا حبيبي. ده انت لا بتنام ولا بتاكل ولا بتشرب ولا حاجه خالص، واخره المتامه طول النهار قاعد لي تسمع لي عبد الحليم حافظ وتعملها لي مندبه على ايه يا اخويا؟ ده لا تسوى ولا تستاهل. مش تقول الحمد لله اللي جت من عندك يا رب وطلعت سكه الحريم مقفوله؟ ونشوف بقى سكه الشغل يا ولا، يمكن ربنا يكرمك زي ما كرم ابراهيم. يما سيبيني في حالي ورحمه ابويا، يما سيبيني في حالي. يما سيبيني في حالي ليه يا ولا؟ انا كنت ماسكه في تلابيبك ولا في ديلك؟ ما انا حاطه صرمه قديمه في بقي وساكته وما بنطقش. يما انا تعبان، انا تعبان، وحياه سيدنا النبي. ادي راسك يا يما، سيبيني في حالي، وحياه سيدنا النبي تسيبيني في حالي. اللهم صل عليك يا حضره المصطفى. هو حالك ده هيعجب حد يا ولا؟ يعجب عدو ولا حبيب؟ وعشان ايه؟ عشان حته بنت ممرضه لا راحت ولا جت؟ فهو عمايلك السودا اللي انت بتعملها ده مخليه آلهة هم اللي يركبوا علينا ويتنططوا علينا. ارميها ارميها من ورا ظهرك يا واد، وبكره تشوف وتقول امي قالت. ايوه والله بكره ما في كلب جربان من الكلاب الضاله ده ايه هيشمها ولا هيتجوزها، وهتعنس ان شاء الله. ومش حلوه يا واد، لا حلوه ولا نيله، ده عامله زي اللي بلع عصايه ما اتقضمتش، جاتها 60 مصيبه. ده انت احلى منها يا واد، والله انت احلى منها. تصدق يما؟ نعم عندك حق يما، انا هروح اقطع تذكره في البرج. اقطع لي معاك وارمي نفسي من فوق عشان اريحك واسيب لك المكان ده يما. سلام يما. سلام. انا عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي يما. نعم. ابويا لما اتجوزك يما ما شافكيش يما الا بعد ما خلفني. سلام يما. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط. شوف خيي مروان، مش معنى ان احنا جاليري انك ممكن تنصب علينا. نصب ايه؟ احنا عملنا ايه يعني؟ طب اهدي اهدي بس. احنا عنا امن وعنا سيكيورتي مش موجود في العالم، وعشان هيك كل هذه الحركات مرت علينا، والشيك مال المعرض بتاع السيارات اكيد بدون رصيد، واليوم اجازه رسمي للنيابه والبنوك، عشان كده الهانم السنيوره هتبات في الحبس. انا هبات في الحجز؟ ليه؟ هو احنا عملنا ايه يا مروان؟ وعندي خبر حلو كتير عشانك، الاجانس مال السياره بعت حد ياخد السياره، فبليز give the policeman the key of the car. ماشي. اتفضل. بس لعلمك انت هتدفع ثمن كل كلمه انت قلتها عشان انت مش عارف انت بتعامل مين. مروان ده بيقولك ان احنا هنتحجز يومين. ما تقلقيش يا حبيبتي انا هتصرف معاك. بلاش. ازاي؟ انا هخليهم يدفعوا الثمن. يا عمي انا نفسي تسمع كلامي مره واحده. احنا نشوف محامي كويس ونعمل له توكيل قضايا بتاريخ قديم يترافع عن هايدي ويخرجها من اللي هي فيه. يا ابني نادر في حاله صعبه جدا، لازم نقف جنبه ونساعده. لو سحبنا منه القضيه مش هيلاقي حاجه يعملها وهيضيع مننا. انت هتجنني يا عمي، عايز تساعد نادر على حساب بنتك؟ لا طبعا، بس مفيش محامي في الدنيا يقدر يطلع بنتي من اللي هي فيه غير نادر، وكذلك نادر مفيش حد يقدر يطلعه من اللي هو فيه غير هايدي بنتي. عشان كده احنا بقى في النص، لازم نحل المعادله الصعبه دي. خد خد خد. مش عايز انا. انت حر بقى. الله انتصار. خير خير. في ايه؟ عاوز الله يخليك. تسلم يا ابو طالب بيه. سلامتك. تسلم يا رب. انا قلت اجي لك يمكن تكون عايزني في حاجه. عايزك في ايه بقى؟ تسلمي، مش عايز حاجه. اصل انا النهارده تعبت وانا في الشغل، روحوني بدري، وانا مروحه اول ما وصلت عند البيت لقيت الدكتور نادر نازل من عندنا، جريت وراه عشان احصله ما لحقتوش، فطلعت فوق سالت ابو نجوان قال لي ان هو ما جاش كان بيكذب علي. قلت اجيلك يمكن تكون وصلتك اخبار عن نجوان. طمني طمني الى يسترك.
انا قلبي بيتقطع قلبي. نادر عند ابو نجوان وابو نجوان بيكذب وينكر وجوده. طب ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا عمي نادر ده وراه قصه طويله. انا مهندس لكن افهمها وهي طايره. انت جننت يا ده يا سوكا؟ عايز تنتحر وتموت كافر؟ هو الواحد عايش ليه؟ عشان ياكل ويشرب ويشتغل وربنا يكرمه باللي بيحبها. طب انا عايش ليه بقى؟ يا سوكا ما تكفرش بعيشتك واللي خلقك. ثم انا معلش برضك ما تاخذنيش يعني المغنى ده مش شغلانه برضك. اصل يعني فكر نفسك هتبقى مين؟ تامر حسني ولا نانسي عجرم؟ يا عم مش وصلك انت للناس دي يا عم. بقول لك ايه؟ بص اسمع مني، شوف لك اي باب رزق تاني تاكل منه عيش عشان ما تروح تتقدم لهجر ولا غيرها، ما حدش يقول لك بيم. انت برضه كوريا اشتغل اشتغل اشتغل. انا مش هشتغل على الشغلانه اللي بحبها، ومن الاخر كده انا بحب الغنى، ومن الاخر كده انا نفسي ابقى زي الفنان الكبير تامر حسني او نانسي عجرم. خلاص ماشي، بس ما ترجعش بقى تقول جاي لما الدنيا تدب فيك وتدب فيها. بقول لك ايه؟ ما حدش بياخد كل حاجه. عايز تعيش زي الناس يبقى تعمل زيهم، عايز تعيش بدماغك يبقى ما تكبرش بقى مخليه ربنا يعيشه على هواه. انا مش عايز حاجه من حد يا كوريا. هي بس البنت هاجر شقلبت حالي، خلت دماغي تحت ورجلي فوق، ومش بصراحه مش عارف اعمل ايه. معاك حق الصراحه، يا بنت جدعه وتستاهل، بنت بلد. هي من جد بنت بلد، فيها بنت بلد وجدعه زيك. بس بقول لك ايه، انا مش هسيبها. ومن الاخر بقى اهدي بصراحه، اللي واحد يموت على فرشتها وهو مطمئن. ماشي يا عم الحبيب، موت على فرشتها وانت مطمئن. اه مطمئن. تعالى يا كداكي تعالى تعالى، ما تتكسفش. مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ اقعد يا هيما انت وانا جايبك اخطب لك. ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. ما انا شفته امبارح حتى بالاماره، كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده انا ما احبوش. حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا اقعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف. صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق مره يعني كده ولا حاجه، مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا. مش لما اخذ مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي؟ هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي. واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخلوا مطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير، ما تفنيش بالحياة، ابوس ايدك. ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله ان شاء الله. شغلني رقاص. نادر اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر كل علاقه بالموضوع ده. يا سلام، ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه. الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد، حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي، مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا. انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي، يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي، ده انا قومت محامي كبير قوي وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه؟ ما خلاص مفيش فايده. عندك حق تشكي في الناس كلها، بس الا احنا يا هايدي. عارفه ليه؟ عشان احنا بنحبك وهنقف جنبك لاخر لحظه. يلا لازم امشي بسرعه لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي. انا ماشي، خدي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه انا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك على نتجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه، الله يرحمه. وانت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهمه عندك؟ وبعدين انت بتطاردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجه. بعدين اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك. Thank you.
بنقبل اعتذارنا عن الخطا غير مقصود، الشيك طلع في رصيد واحنا اسفين. يعني ايه اسفين؟ انا مش فاهم، يعني انتوا بتعتذروا عن ايه بالظبط؟ انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ناس اغبياء، مش عارفين تقدروا الموقف اللي انا فيه. لعلمكم انا مش هسكت، انا هروح للسفاره بتاعته واعمل لكم ازمه دبلوماسيه كبيره جدا. ده غير ان الواقف قدامك ده في بلده راجل اعلام كبير وعنده محطات فضائيه كتيره جدا، وهشوه لكم منظر الجاليري والبلد دي اللي بتعتمد على السياحه العربيه. ده غير ان انا هرفع عليكم قضيتين، قضيه دوليه وقضيه جوه اليونان. I will sue you 10 مليون يورو. 10 مليون يورو is too much مسيو مروان، واجراءات خروج الهانم بتتم الحين، يعني شويه وهتبقى معاك. يعني ايه البساطه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انا مش فاهم. واحده سايحه شريفه كبيره جدا في بلدها تيجي تبات في الحجز هنا في بلد غريبه زي دي، تعتبرها ببساطه كده وتعتذر وتقول انا اسف؟ I don't need your car. I want my check now. We are ready to pay any compensation you want, no problem. But the amount you request is too much. We can't. We can pay you only 500,000 euro. واحنا كمان ممكن ندفع زي المصاري هذه. مش عارف انتوا ازاي بتعاملوا السياح البني ادمين اللي بيجوا لكم ويفتحوا لكم بيوتكم بالفلوس اللي بيدفعوها بالطريقه دي، بتعاملوهم بشكل رخيص. خي مروان حبيبي، نحن بندفع لك 1 مليون هذا عشان نعتذر لك وتبقى راضي عنا. سارة نادر، ايه اللي جابك؟ وبعدين اخرته ايه اللي انا فيه ده؟ يعني هفضل هربانة كده لحد امتى؟ وهثبت براءتي ازاي؟ وانا هعمل ايه لوحدي وكل اللي حواليا تخلوا عني وسابوني؟ حتى نادر اللي كنت معتمد عليه في كل حاجة وكان أملي الوحيد سابني لوحدي ومشي. أنا خلاص مش قادرة أثق في أي حد تاني ولا عندي أمل في أي حاجة. أنا تعبت بجد، مش قادرة خلاص. هايدي، أنا جاية أترمي في حضنك قبل ما أسلم نفسي. سلمي نفسك ليه يا بنتي؟ في إيه؟ إبراهيم نوح إبراهيم؟ تقريباً. امضي هنا. أنا؟ أيوه. إيه البتاع ده؟ ده السلع في النيابة. امضي في ايه؟ امضي حضرتك. اتفضل. كوريا ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولي عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امال كوليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعمله لك كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روح اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. ساعة بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربية. انا جالي استدعى من النيابة. يا سيبتي ليه، ما عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ ما انا على حطة ايدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس اسم صاحب لي العيال الساعة طعنوس بلته. مصاحبهم تقوم النيابة عاوزاني، ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي، يلا حبيبتي حلوة كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بين انا وامي. يلا حاسبيها شيماء. وايه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كويس. انا لو فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن. انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي؟ مش متخيل بتصرفوا ازاي؟ انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقره بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها عاملينها هناك الرئيسه.
يا هايدي يا حبيبتي ما تضيعيش نفسك في لحظة خنقة. أنت بجد قدرتي تكوني قوية، عارفة يعني إيه إنك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي أنت روحتيه ده، وتعرفي تقفي على رجليكي من تاني الحمد لله، وفي ظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه أو شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزة تخسري كل حاجة؟ هخسره عشان ده مش بتاعي، ده بتاع جمالات اللي أنا مش طايقاها ولا قادرة أستحملها. أنا خلاص عايزة أرجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي غلط يا هايدي، أنت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي أهوى مليون مرة من أنا أتخمن ناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكاية نادر دي أنا مش قادر أصدقها. نادر ده ضحية زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. أنا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا أبو طالب بيه في الموضوع ده. أنا مش عارف هتفضل تدافع عنه لحد إمتى، ما كل حاجة واضحة زي الشمس، ده كل حاجة واضحة أكتر من الشمس. أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها، بس أنا هفضل وراها لحد ما أفهمها. يلا حبيبتي يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقرة، وخليكي جدعة خليكي قوية، حتى لو قعدتي سنتين جمالات أحسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. تقدر انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع اطلع يا حبيبتي اطلع اوضتك اطلع اوضتك، انا مش مستني حد. السلام عليكم، ابو طالب بيه موجود؟ كنت عارفه انك هتيجي تاني، بس بصراحه ما تخيلتش انك هترجع بالسرعه دي، فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ لاني رجعت، بس مش زي الاول يا ساره. دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره انا محتاج بنت زيك في حياتي. زي ساره انا مش عايز ابقى لوحدي، وفي نفس الوقت مش عايز ابقى مع حد. نفسي جدا اخش في علاقه بس من غير ما اكون مرتبط. تقدري تقولي كده عايز اخرج من الحاله اللي انا فيها دي، بس من غير ما اخش في حاله جديده. وانت شايف بقى ان انا احقق لك ده؟ جدا. ساره تعرفي ان احنا شبه بعض جدا في المرحله دي؟ انت بنت مش زي اي بنت انا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقه تقليديه، بيت، جواز، مسؤوليات. ما اعتقدش انك هتاذي اللي معاكي، بشرط انه ما يذكيش. انا شايف ان دي ممكن تكون علاقه فير جدا، واضحه وما فيهاش اي غموض. اوكي انا موافقه، بس بشرط. شرط ايه؟ ما تديش لنفسك حقوق انا ما اديتها لكش، وما تطلبش مني حاجه انا ما طلبتهاش منك. اوكي؟ قصدك اصحابك الولاد؟ خالص، انا ما بحبش التعدد، ما بعرفش اكون مع رجلين في نفس الوقت. بس انا بتاعتي انا، مش بتاعتك ولا بتاعت اي حد تاني. وقت ما بحب امشي بمشي. مش قلتلك ان انا عمر في حياتي ما شفت حد زيك؟ بقولك ايه، انا كنت مسافره الغردقه بكره مع اصحابي، بس بما انك ظهرت انا ممكن اكنسلهم واطلع انا وانت شرم الشيخ. بصراحه محتاجه اغير جو قوي، ايه رايك؟ اكسلنت ايديا. يلا بقى روح حضر شنطتك وتعالى اركن عربيتك بره، نطلع بعربيتي. يلا قوم يا ولا وادي يا سوكا. اصحى يا واد قوم، اصحى على رزقك يا ولا. يا ولا قوم يا ولا، يا ولا كلاب السيكك ماشيه ساعي على رزقها من الفجريه يا واد، وانت نايمني مفشخ زي النسوان والولايه. قوم قوم لحسن وكتاب الله والنبي والنبى النبي، ان ما قمت يا سوكا لكون كرشك بره بيتي. يما في ايه يما؟ بس هو انا عشان بحبك يما بتزليني كده ليه يما؟ ارمي نفسي في الشباك يما واموت نفسي؟ في ايه يما؟ وانا مش ابنك يما ولا ايه؟ مالك يا امه في يما؟ انت ما بتحبنيش ليه يا امه؟ ومصعب انا بحبك. ومن الاخر بقى يا امه انا معايا فلوس الفرح وفلوس افتتاح المحل. فرح وافتتاح المحل؟ ما طبعا لازم يبقى معاك فلوس الفرح وافتتاح المحل في جيبك ومخزنهم، علشان خاطر قاعد على قفايا واكل شارب نايم ما بتدفعليش ميلم واحد. اه يا اخوي بقول لك ايه يا ولا، وكتاب الله وكتاب الله ان ما قمت دلوقتي وفزيت ولبست وساعيت على رزقك لكون مقطعك حتت. تقوم يا ولا شوف لك شغلانه عدله يا ولا. يا امه عدلتي يا امه؟ انت بتكلمي نجار مسلح يا امه؟ في ايه يا امه؟ ده بس انا بحبك وعاوزه مصلحتك. اسمع بقول لك، الواد ابراهيم كبداكي بقاله كام يوم كده هوت بيخرج في نصاص الليالي ويرجع وش الفجريه ولابس حاجات كده غريبه. اه وقفل عربيه الكبده،
انا مش فاهمه ايه الحكايه بالظبط. انا عايزاك بقى تخش تحت بطه كده هو وتقصقص ايه الحكايه وتعرف وتاخد منه العربيه تشتغل عليها بدل ما هي مقفوله. بس ياما لو انا خدت منه العربيه ابراهيم هيشتغل ايه؟ بقول لك ياما انا لا في الكبده ولا في السجق ولا في الفلفل. ابنك بعون الله فنان يا اخي. فن عليك ساعه وانفضوا يا اخي. فنان ده ايه؟ بقول لك ايه من الاخر كده، انا مش هرجع واسكت الا لما تتقصقص من الواد ابراهيم على موضوع الكبده ده ايه. اه وترجع لي وانت شغال على العربيه. فن ايه يا اخي ومغنى ايه؟ انت غنيت كم مره في حياتك يا ولا؟ مش هم خمس مرات يا ولا اللي غنيت فيهم وعامل لي فيها عبد الحمولي؟ طب ممكن اقول لك حاجه؟ اوه خلاص مش قايل. قول يا ولا. بقول لك يما لو ربنا كرمني يعني وخدت عربيه ابراهيم واشتغلت عليها تيجي معايا لقبل هاجر تخطبها لي؟ يا دي هاجر وسنين هاجر واللي خلفه هاجر واللي حطه بذره هاجر. ماشي يا سوكا روح اشتغل الاول وبعدين ربنا يحلها بعد كده. حبيبي ده انت نور عيني يا ولا يخرب بيت عقلك. يعني ايه انت تاخد التلات ارباع وانا اخد الربع بس؟ مش انا اللي اتحبست واتمرمطت واتبهدلت وانت قاعد هنا بقى عامل لي حفله وسهران ولا على بالك باي حاجه خالص؟ هو كده يا حياتي. يعني ايه هو كده؟ اقعدي بس اقعدي اقعدي وانا فاهمك. بص يا روحي في ناس بيبقى عندها مخ وهي اللي بتخطط وعاده دول بيبقى ليهم من اي عمليه 90%. اه وفي ناس تانية بيبقوا بهايم ما عندهمش مخ ودول بس بيبقوا بينفذوا ودول عادة بيبقى نسبتهم 10%. وانت عشان خاطر روحي وحياتي قلت يبقى لك 25%، يعني انت ليك الربع. ها انا غلطان؟ لا 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 يا حبيبي يفتح الله، انا عاوزة النص، يا اما هنزل وبلغ البوليس بالحكاية كلها. انا في السليم، انا مية مية. الله بس شفتي انا صح، انت شكلك من بتوع 10%. Yes. Hello, Mr. Marwan. I have two news for you. One is good and one is bad. Did you get it? Yes, we found one identical to the one you have. It's with the Italian broker. He bought it from an ex-prime minister. What's the bad news? The bad news that he won 2.5 million euro for it, which means 1.5 million euro more than the one you bought. It's too much. But it's okay. Buy it. So you want me to buy it? Okay. We'll buy it right away. At your service all the time. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. Goodbye. انت بتعمل ايه من ورايا؟ شغل. شغل يا حياتي. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الخرطة اللي احنا عاملين نقوله ده. وعايزك تخش جوه دلوقتي تاخدي لك دش سخن وتروقي الدماغ كده وتلبسي فستان متدلع اخر الاج عشان خاطر في راجل خليجي مليونير جاي يقعد معايا والقعدة دي تهمني. يبقى انا النص وانت النص. خلاص بقى خلاص خلاص خلصنا الموضوع ده خالص. نصيبي ونصيبك مع بعض ولو احتجتي حاجة بقولي لي. يوه يلا بقى حبيبي بقى ظبط ورق العنب. انصرف يا ولا انت بقى ولا. حياتي بتتكلمي في ايه بس؟ الله ما انا فلوسي فلوسي. ده انا امي دايما بتقول لي اللي في ايدك يا ابني دايما مش ليك. الله بص بقى يا سعادة الباشا، الواد نادر ده واد وسخ، هو كان مش خطيب بنتي انما عايل زبالة. اكلمه بالتليفون واقول له ان انا معايا اوراق مهمة هتفيد الست هايتي في القضية وتديني 5 مليون جنيه، يقوم يجيني البيت ويهددني انه هيحبسني. خلص خلص خلص. وبعدين ده مهتمش حتى يعرف الاوراق دي فيها ايه، ده ما استعنفوش من الاساس. يعني لو كان اداني حتى 100,000 جنيه كنت قلت له الاوراق دي ايه. يعني نادر مش متفق معاه. انت يا جدع انت جاي هنا عاوز ايه؟ هو لا مؤاخذه مش حضراتكم ناس مهوات ومتعلمين، انا جاي بقى لاصحاب الشأن. ومش سعادتك برضو يهمك مصلحه بنتك؟ انا هدي لك 1,000 جنيه وتقول لي الورقه فيها ايه. 1,000 جنيه يا باشا انت هتستهبل؟ انت شايفني جاي لك ومسقط المنطلون. سيبك من الألف والمئة ألف، ركز في الخمسة مليون وما تبقاش معفن. 100,000 جنيه ما يقلوش شلن، عاجبك عاجبك مش عاجبك خلي بنتك هربانه لحد ما تتحكش وتترمي في السجن رمية الكلاب. الكلاب تنهش في جتتك امال؟ اقعد كويس امال واعرف قاعد قدام مين. خلاص خلاص جهز الورقه وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله 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 ده حلو قوي.
هيدي هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس.